سعاد هيبقى في جدال واسع جدا عند ان الحجاب مش فريضة. شوفي حضرتك، احنا بنفرق بين كلمة فرض وواجب. الفرائض العبادات، دي فرائض، فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، الزكاة، الصوم، إلى الحج، اللي هي الأركان الأساسية خمسة، التي بني عليها الإسلام. الإسلام. ما عدا ذلك من أوامر جاءت بنصوص تسمى واجبات. طيب، تارك الفرض وأصر على تركه مذنب. وعذر يبقى كافر. أيوه. يعني أنا لما أقول لا مش هصلي، غير لما أقول لا مش هلبس الحجاب، لا مختلفة طبعا، لا مش هصلي، دي أقوى وأعظم. بالظبط، لأن أنا مش هصلي، أنا بنكر فريضة. لكن عملية الحجاب أنا بنكر حاجة واجبة وثبتت بنص، أبقى اسم عاصية، لكن الحالة الأولى اسم كافرة. والفرق بين الكفر والعصيان، موضوع الحجاب ورد بنص قرآني في سورة النور، في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن آخره، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فجاءت السيدة عائشة رضي رضي الله الله عنها. عنها، ومن هي السيدة عائشة في العلم ومكانتها في العلم؟ قالت: إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. طب حددت بقى، بسطها لي بقى. إذا الشعر يعتبر عورة ويجب ستره، وإنما الوجه فقط والكفين المرأة تظهرهم. ولذلك جت آية في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ماليش اختيار، قضى ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها، قضى بهذه الآية. فما جيش أقول بقى لأ، ده الحجاب مش واجب ومش كده، أنا ما اتحجبش، يقول إن شاء الله ربنا يهديه، لكن أنا أنفي مشروعيته أبقى عاصية ولست كافرة. في فرق بين العصيان الذي يزول بالتوبة والكفر والتوبة في موضوع الحجاب هي ان الواحدة تلبسه. بالظبط، ان هي بقى ايه، خلاص دلوقتي حست ان ده واجب. ولذلك في حديث الرسول يقول لك: ان الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها، واوجب اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء. إذن فيش عندي فرائض العبادات، عندي واجبات اللي هي مكملة للعبادات، اللي هي الأخلاقيات والقيم والمعاملات وغير ذلك. هو الحاجات دي طالما ثبتت بنص، لأن ليه ربنا قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونفس الأمر وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، ايوه ربنا قال كده فعلا ونعم بالله. نفس الأمر. ايوه إذن زي ما إن الرجل وجهه مكشوف وأنا أغض من بصري، نفس الحكاية. أما بقية الشعر والجسم فجي في الآية القرآنية بقى اللي هي إيه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالت السيدة عائشة: إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. دكتورة سعاد، كده اللي يتوفاها الله على غير حجاب ناقصة في دينها؟ لا، مش ناقصة في دنياها، يعني ناقصة في توبتها، وقد يعفو الله عنها،
لأن إحنا لا نملك أبدا ميزان العقاب ولا العفو ولا قبول التوبة. ربنا بيقول إنما يقبل الله التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو وحده اللي بيقبل التوبة عن عباده مش إحنا. فقد تكون فعلت أفعالا خيرة يعني غير تاركة للصلاة، صح، غير متنافية مع آداب الدين، وقفت عملت أفعال خيرة، قالت كلمة طيبة بتزكي عن لحد، مالها، أيوة وغلق. زوجة طيب صالحة ربنا أم سبحانه وتعالى هو الميزان العادل ونعم بالله. بين السيئات وبين الحسنات، ومن عدالة ربنا إن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. فقط وربنا سبحانه وتعالى هو الذي عفوا وليهم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويأمرنا جميعا بالتوبة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. طيب الحجاب، الطرحة المتعارف عليها، الخمار، لا لا، الخمار ده النقاب، إطلاق لفظي، عظيم، لكن المهم هو تغطية الرأس، الصدر، الصدر، الرقبة الصدر ولا الصدر؟ مع الشعر بالصدر، اه مش لازم خمار لغاية كده، لا التغطية. واختاري بقى انت الموديل اللي انت عايزاه، واختاري اللون اللي انت عايزاه، واختاري الشياكة اللي انت عايزاه في حدود طاعة الله. طيب لو سألت حضرتك من كتاب الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جيوبهن، مقصود بيها طرحتي ايوه، ولا لا مقصود الخمار بيها ولا غطاء الرأس. النقاب؟ الخمار معناه في كتب اللغة كلها اتفضلي. غطاء الرأس، غطاء الرأس. والجيوب هم الرقاب، الشقوق كده، الرقبة، كانوا قبل نزول الآية بيغطوا على ورا، يعني يغطوا شعرهم وبعدين يزدروه على ورا ويلبسوا بقى هنا الحلي والذهب والبتاع، وده كله مكشوف، عظيم. فده كله بيثير النظرة. كلم